تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. تحية لكل الثوار، لكل الثوار اللي بيحملوا علم الوطن في أيديهم أو في قلوبهم. تحية لصابنا، تحية لصابنا، التحية لهذا الشعب البطل المغوار، التحية لشعب السودان العظيم. كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. طيب نلتقي وفي النفس آلام، مش كده؟ طيب الآن المشاهد أمامنا، المشاهد الآن أمامنا. كويس، أنا يمكن يا دابدت كويس تمام. طيب إذن هذا الشعب المغوار الآن اللي متواجد على مستوى القيادة العامة، في النفس ممكن جراح كويس وآلام ربما، على أقل تقدير للانتظار. يعني كثير جدا من الشعب السوداني عدى الأسلوب ده والتصرف بأنه الناس بعد تنتظر كل هذه الأوقات، يكون الرد على أنه انتظروا خلاص، يكون الرد على أنه نحن كوننا لجنة كده. والكلام ده يعني دخل الناس في زعل كثير جدا كويس. الناس دي دخلت في مرحلة من الغضب الكبير جدا، دخلت في غضب كبير جدا جراء هذا الكلام. نحن ماشيين طبعا متواجدين الآن في ساحة الاعتصام، وهو نعم من ناحية عدم احترام هو موجود. نعم كويس، دي نثبت عليها. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت الآن واضح. طيب من الناحية دي هنا ما في عدم احترام البتة، لكن علينا ناخد في الحسبان وعلينا انه نتعامل مع الموضوع بشكل تاني، انه ده موضوع سياسي كويس، موضوع سياسي. طيب الحاجة المعروفة انه التفاوض غد ياخد سنوات، التفاوض نفسه غد ياخد سنوات كويس، فما بالك بفترة ايام، ما بالك الله يخليك قدام كويس، ما بالك بانه ياخد ايام. اوكي، في حالة من الاستياء نعم كويس، في حالة من الاستياء نعم، في حالة من الغضب نعم، لكن احنا برضو ما نفقد صبرنا، صح ولا لا يا جماعة؟ ما ناخد ما ناخد الموضوع من نواحي بعيدة كويس. الاسلوب ما مقبول نعم، دي نقطة ما دايرة نغاش ولا كيف؟ الناس اللي بتقول لي، الناس اللي بتقول لي انه السلام عليكم رايكم شنو؟ بدون اي كلام كثير، بدون يعني فلسفه، بدون الناي، نحن ناس واعين، نحن ما ولدونا كده جينا كده. ده انا بشوف انه التفاف، وبشوف انه حركاتهم دي هم الناس اخبث من اليهود دي. انا تاكدت تماما انه الناس دي بيلعبوا، بيلعبوا على المكشوف تمام، وده ما علينا ان شاء الله كده. لما الامور توضح نحن من هنا من طالع المجلس العسكري بانه يلتف حول القضيه الاساسيه واللي هي مجلس السياده. هو علق المفاوضات في اخر شيء على انه التصعيد الثوري، وكان يطلب في النقطه بتاعت مجلس السياده. فالليله المفروض اكتمال نقطه مجلس السياده انه الناس يسلمون المجلس السياده كامل، فما في داعي انها تتلف حول الموضوع. تسلم الناس مدنيه، هو للجيش حمايه ما اكثر من كده، ما في جيش. وتعبنا نحن ذاتنا من حكم العسكر، هم عندهم النيه في انه يستلموا المجلس العسكري يكون حقهم، لكن ده ما بيحصل. ونحن ثاني عسكري ما بيحكمنا، مدنيه مدنيه. طيب يا شباب احنا عندنا خطوه جايه. شكرا جزيلا، يمكن نحن موجودين وكما تسمعوا الان الصوت ده من المعسكر. يسكت بس، من ال يسكت بس. طيب يا جماعه، اللي هو المسرح يا هودا، من المسرح الكلامنا. وطبعا اضطروا انه الان يحصل خطاب بالشكل ده لانه الغضب العام. يا اخوانا شير للفيديو، يا ريت شير للفيديو، اي زول الان شير، اي زول يعمل مشاركه للفيديو اللي هي اسفل الفيديو على الشاشه تحت. الناس غضبانه جدا الان، في حاله كبيره جدا من الغضب الشعبي جراء هذا الفعل اللي هو التأخير الشديد، التأخير الشديد، وبالتالي يعني في غضب حاصل، في غضب حاصل الآن،
حتى ناس وصلت المنصة في حالة زي ما اضطر في اضطرار لانه يكون في خطاب مباشر لانه الناس شافت انه ده لعب مثلا. يا ريت يا جماعة واحد ذا الغيصر بيقول لي الصوت يا اخوان ان شاء الله صوت واضح. طيب اول ما يبدا يتكلم نحن حنسكت نوصل لكم الرسالة. زي ما قلنا انه غضب جماهيري غضب جماهيري اذا نسمع الان ان شاء الله الصوت واضح لكم يا جماعه. طبعا بعض الناس قامت بالوصول الى المنصه مما احدث ارتباك الان مما احدث ارتباك والهتافات ضد الانتظار الطويل ومن ثم عدم الرد والهتافات الان سلميه سلميه مما يؤكد وعي الثوار العالي جدا الان كما ترون الهدير الجماهيري سلميه سلميه. رغم حالة الغضب والزهج الشديد جدا ولكن سلمية سلمية رغم ذلك سلمية سلمية السلام عليكم. اللهم امين. الله يكرمك. اخواننا يا ريت الناس اي زول مشاركه للفيديو اسفل الشاشه على يدك اليمين اي زول الان يا اخواننا يا ريت طبعا غضب من الثوار جعلهم يصلوا المنصه غضب شديد جدا. كلام صح. ننظم الكلام. اول حاجة يا جماعة يا ريت الناس زي ما عملت ثورة بانظام وزي ما طلعت مظاهرات بجدول وزي ما انتظمت بسلميات انا عندي اخر لحظة كويس ما تبوظ اخر لحظة في الثورة بتاعتها. يا جماعة يا ريت الناس تنسى لو سمحتوا الناس تنزل من المزرعة وتنتظم بسلمية حالة من الاحتقان والغضب حالة من الاحتقان والغضب الشديد والان الهتاف ما بينزل كوز اي زول يعني ما بينزل الان من المسرح هو كوز الان الهتاف بقى كده الهتاف ما بينزل كوز اذا
اذا اللقطه الان على الهواء مباشره. اذا تتواصل الهتافات. ولكن ايضا من المؤتمر الصحفي فعلا لو ركزنا بنلقى انه في نصر حاصل للشعب، في نصر حاصل للشعب السوداني. واضح انه تم اتفاق، يعني تم اتفاقيات ايجابية. وطبعا طبعا الان يا جماعة كل الكيزان بيحاولوا ياخدوا من الموقف ده سلبية، وعشان ما يزيدوا في الموضوع. السلام عليكم. الله يحييك. الله يخليك. لو بكره ما طلع حاجه بعد بكره ما عندنا مارد. بعد شهر هم دايرين يهجرونا، دايرين يفقدونا. السلام عليكم اخوتي في صفحه الاستاذ احمد الطيب اشاره. احنا لينا حوالي 5 شهور من امتحان لامتحان. الشهر اللي امتحنوا فيه ما 5 شهور بس، امتحنوا فيه له 30 سنه. فالناس لازم تصمت قدام اي امتحان وقدام اي عقبه، وما حد يجيب قدامنا ان شاء الله. دي عقبه بسيطه، بداها بسيطه الزمني 4 ساعات انا اعتقد. هي 9 صباحا صح يا احمد؟ قالوا 9 صباحا. ايوه بعد 4 ساعات صح؟ فعلا. فدي عقبه بسيطه زمنيه، والناس ان شاء الله تقدر انه تصل لحد توقيع ونبدا حكومتها المدنيه. بنقول للشارع السوداني، الناس هنا، الناس فعلا كانت مستنية انه الليلة يستلم حكومتها المدنية ويحققوا مطالبهم. هو المطلب الاول هو المدنية، لكن حصل المماطلة والناس شبه احبطت. لكن ان شاء الله الساعة 9 نكون قد استلمنا 9 مساء، 9 مساء ان شاء الله. 9 مساء ما فضل كثير، احنا صابين لنا اكثر من شهر، فان شاء الله ما يحبطونا مره اخرى. والا في يدنا السياد المدني والسياد السياسي، الشوارع ما بتخون يا جماعه، الشوارع ما بتخون. احنا بدينا بعدد قليل، وصلنا لهذا العدد تكاتف الناس. هسه قضيتنا واحدة اللي هي نقضي على النظام ده، هنقضي عليه إن شاء الله لآخر واحد. فالناس تصمت والشارع السوداني ما يحبط. دي عقبة أخيرة إن شاء الله ونصل لوقتها. شكرا لك أحمد. شكرا لك جزيلا أستاذنا. طيب نتابع إذا الآن، نتابع ونحن بننقل من أرض الحدث هنا في القيادة العامة الآن قرب المسرح، وما زالت المشاهد الوطنية متواجدة الآن وده علم السودان. الآن الناس في حالة بتاعت غضب فقط، حالة غضب، ولكن ليس هنالك أي تفلت، ليس هنالك بل سلمية. لا تبرحوا اماكنكم وان رايتمونا ننتصر. ده الان دي من اللافتات الجميله، لا تبرحوا اماكنكم وان رايتمونا ننتصر. الله يحييك، الله يحييك. طيب ساعات صابرين. ايوه ده خطاب الوعي، ده خطاب الوعي فعلا. احنا 6 شهور منتظرين. طيب صابرين الان هو الهتاف الشغال. صابرين نعم، صابرين نعم، صابرين. كلام ايجابي جدا.
خطاب واعي. الان الثوار بيخاطبوا بطريقه واعيه جدا زي ما بنشاهد الان، وكل الكلام واضح على انه الناس تنتظر الساعات الجايه ونشوف اللي بيحصل شنو. ما ندي فرصه للكيزان يا جماعه، ما ندي فرصه للكيزان اللي هم بيتربصوا. ايوه نعم، صابرين. اذا ده هتاف الثوار الان، ده هتاف الثوار. السلام عليكم. الله يخليك والله يا جا سعيد، سعيد قمة السعادة، ودي لحظات تاريخية للشعب السوداني، ونفتخر انه الناس بالسلمية بتاعتنا دي وصلنا للمرحلة دي، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى لكتائب الظل اللي احنا ما كنا متابعين لنا ناس. اخونا احمد الضي نحن متابعين اللايفات بتاعته. ايوه شباب ابنوا العين، ابنوا العين، شرفوا شرفوا ناس احمد الضي. أيوة. ومصعب. أيوة. وكل الشباب الحلوين. أيوة. حقيقة احمد الضي شعب نحن نعتز به ونفتخر به، وانت والسودان ورد يا احمد الضي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. حقيقة دي لحظات تاريخية وقمة السعادة وقمة الفخر. شعر الشهيد صابرين، شعر الشهيد صابرين، شعر الشهيد صابرين، شعر الشهيد صابرين، شعر الشهيد صابرين. دي الالاعيب حقت الكيزان دي كل مره تعملوا فيها، ونحن عارفينها ما حننجر تاني ورا العابكم دي، ودي تمثيليه مكشوفه، تمثيليه مكشوفه.